تفكرش النبي ابوس ايدك. مش على اتصال بيها بصراحه، مش عارف اشرح لنا هذا الاعجاز. ريح قلبي. خست هي اي؟ بصي اقول لك حاجه، هو بصي عشان يعني ايه 6 سايز 8 سايزز 8 سايزز في قد ايه؟ في قد ايه؟ في من اول من 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 الصيف لدلوقتي 8 سايزز. شعرها ما وقعش؟ لا معلش. طب 8 سايزز انت ما عندكش معنى؟ بصي بغض النظر عن يعني عن هذا الموضوع بالذات، يعني هي الفكره ان اي حد هي ناوي يغير اسلوب حياته شكله هيتبدل. هي اتبدلت. تمام. انا عندي انا هقول لو على كيم كارديشيان. واكتبي النبي كفولور. كفولور يعني كمعجبه لكيم كارديشيان. هي لما جت تلبس الفستان بتاع مارلين مونرو، ايوه، هي اعترفت وقالت، حكت على الانستجرام وعلى السوشيال ميديا هي ازاي تحولت. قالت ان هي انا مريت بتجربه اعياء لان هي منعت الاكل تماما لمده اسابيع طويله. مش فكره ان هي اتبعت دايت، وان هي زودت الرياضه بتاعتها مش فاكره كان كام ساعه، بقت تلعب بالساعات. ولو تابعتيها على الانستجرام هي بتحط الستوريز والقصص بتاعتها، لا بتلعب رياضه شاقه. والمثال الاحسن من كيم كارداشيان هي اختها. لا الفكره اللي كانت كيم كارداشيان كانت حابه فكر جسمها كيرفي. هي دلوقتي ما بقاش في كيم كارداشيان اصلا. السوشيال ميديا وبيغيروا الاتجاه طبعا، بس بيغيروا موضه الجسم. تابعيها تابعيها بعد سنه او سنتين من دلوقتي هترجع تاني. هو ينفع هترجع جزء كبير منها؟ لا هو ينفع حد الا لو هي اتغيرت يعني، او هي يعيش من غير ما ياكل مده طويله؟ ينفع؟ ينفع. طب بتشرب حاجات؟ ما هو انت بصي ما ينفعش ممكن تقعدي اسبوع من غير اكل، بس تشرب معاها بدائل، بس لا يمكن تعدي اكتر من 48 ساعه من غير شرب. يعني ما ينفعش. انما ممكن تقعدي من غير اكل، الجسم عنده مخزون قادر ان هو يصنع. ما هو دي فكره الجوع او الصيام، يعني فكره الصيام او فكره الكيتو دايت. هي بس هي ان انا بصنع. أيوة الجسم بيصنع جسمها يتاثر ازاي صحيا بقى؟ يتاثر ازاي بالصيام كل المده دي؟ هي اللي انا فهمته ان هي كان بيحط لها في الميه مجموعه من الفيتامينز والمينرالز. هي مش هتاخد، هي هتاخد كل احتياجاتها دريبس. كل احتياجاتها هتاخدها. يعني اي حد هياخد احتياجاته الخارجيه من الفيتامينات والمعادن، يبقى بقى فكره الفيتوكيميكالز والفلافونويدز هيتبعوا. انما في الاخر ان هو قدر يقلل اللي داخل بشكل قوي جدا وقدر يزود اللي خارج، هذا الجسم لن يستمر بهذا الشكل، سوف يرفض. طب انا عايز اسالك سؤال. هيرفض، هيرجع. النهارده لما نيجي نقف مع بعض كلنا كستات قاعدين مع بعض، وتيجي واحد تطلع في النص تقول لك ايه؟ انا جربت كل انواع الدايتس، انا جسمي اتعمل له بلوك. هو براح عليا بس يعني انا كلمه بلوك دي ممكن هل فعلا في اجسام يتعمل لها بلوك لدرجه ان الجسم مش عايز يعمل دايت؟ الجسم مش عايز يتحرك او لا. مش بيحرق. انا ما باكلش هذا كلام بس ما بخسش عشان غير صحيح. يعني انا هدي حضرتك عشان احسم لك الحته دي. في حضرتك سمعتي عن تجربه مينيسوتا بتاعه بعد الحرب العالميه الثانيه؟ دول كانوا حصل مجاعه في العالم بعد الحرب العالميه الثانيه. تمام. فقالوا احنا عايزين مجاعه، الناس خست خالص. فقالوا عايزين ان احنا نرجع الناس دي اوزانها تاني، فعايزين نعرف عدد السعرات المستحقه لكل شخص عشان وياكلوا ايه. كان ساعتها بياكلوا طبعا كله اكل نباتي، بطاطس وبطاط، كل اكل خارج من الارض، ما فيش لحوم، ما فيش انتاج حيواني. فعملوا تجربه، قالوا انها في ناس كانوا رفضوا يشاركوا في الحرب، قال لهم طب تعالوا شاركوا في حاجه مهمه، هنجيبكم ونجوعكم وندخلكم في تجربه لمده سنه، دي حرب تانية لوحدها، ثم بعد ما نجوعكم نرجع لكم الاكل تاني عشان نعرف انتوا احتياجاتكم ايه، عشان ارجع تاني صحتكم. عملوا التجربه في امريكا وجمعوا الناس، ويعني رسيوا في الاخر على 39 واحد، في ناس منهم حاولت الانتحار طبعا. جوعوهم، قللوا لهم دخلوا الاكل اللي داخل جدا، يعني النص اللي المفروض ياخدوه، وكل يوم كانوا بيمشوا، كل يوم في مشي. جم بعد كده قالوا خلاص يا جماعه انتوا تمام زي نزلوا حوالي 25% من وزنهم، عايزين نرجع لهم اكل، عايزين نرجع بقى نرجع تاني. نعمل ايه؟ هنرجع لك اكلك تاني، كنت بتاخدي 1200 هديكي 1500، مش نافع. وصلوا معاهم الى 10000
10,000 مش راضيين يزيدوا في الوزن لان الحرق بتاعهم خلاص. ليه بقى؟ طب ما ده ردا على فكره ان في حاجه اسمها بلوك. ليه بقى؟ مفيش بلوك. ليه؟ لان الناس دي كانت عندها حاجتين حاجتين ما بيلعبوش فيهم، مواعيد اكل منتظمه وبيمشوا. حرق ارتفع جدا، خلايا الدهنيه تحولت بقت على طول قادره انها تطلع حراره وطاقه، فعشان ارجعه تاني ويزيد تاني عشان ارجع الكتله العضليه طبيعتها لازم ارفع السعرات قوي. يعني اذا مفيش حاجه، انما في اسلوب غلط انزل بيه. يعني ايه؟ انا اقول لحضرتك مثلا، ممكن سيده فاضله تقول انا ما بنزلش الوزن، ما باكلش. اوكي، مواعيد اكل حضرتك ايه؟ وحشه، ما بفطرش، بفطر باكل ساعه واحده. طب انا ما باكلش طول اليوم بس باكل حاجات صغيره طول اليوم. طب هو انهي حرقه يشتغل كده؟ ده في الاخر كله بيجمع. خلي بال حضرتك، ما فيش حد هينزل من غير نظريه الطاقه، لا يوجد طريقه اخرى، ما فيش حاجه هنسميها بقى كيتو هنسميها بتاع. المهم في الاخر طاقه داخله وطاقه خارجه. يعني انا بالنظريه اللي حضرتك قلتها دي اللي انا طلعت النهارده، ان انا لو انا في سنه وظبط وقررت ان انا امشي كل يوم ان شاء الله ربع ساعه نص ساعه في اليوم، واظبط مواعيد اكلي ان انا اعملهم خمس مرات في اليوم او ست مرات في اليوم، المهم كل ثلاث ساعات. يعني منظم. انا باخد ثلاث وجبات وبينهم سناكس. لو طلع فين ايه انا لا هدخل وهخس وهبقى كويس. طالما ان انا منظم. انما مثلا حد قرر يمشي وبعد شهر زهق قعد زي او اصبح المشي ده حاجه يعني ملهاش اي لازمه، ممل جدا وما بحبهاش، بطلت. طب خلاص ماشي، بس هتعاني. طيب. انما الموضوع مش صعب، هو محتاج إرادة. الفكر يختلف. ومفيش اسحار عندنا والله، والخناقه اللي موجوده على الدايس دي خناقه وهميه.